قال شيخ الإسلام: الحمد لله، أنتم الآن في هذا أحييتم سنة سلفية وهي العرض على الشيوخ والقراءة عليه والسماح للقارئ والإقرار القارئ على قراءته، مع أن هذا الزمن صار الاستماع أسهل على الناس وأخف على النفوس، فإذا قرأت المتون الشرعية العلمية الشرعية والتقرير عليها صار أدى لأن يثبت ذلك في الأذهان وتمتلئ منه القلوب ولا يغيب عن البال، الحمد لله على ذلك كله. نعم.